النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الرئيسية التي ستكون محورها كالتالي: استمرار الطقس الصيفي الاعتيادي في عموم مناطق المملكة، يتحول الطقس إلى اللطيف ليلا خاصة على الجبال وعلى المناطق السهلية، وأيضا هناك غبار وأتربة مثارة متوقعة بالمنطقة الشرقية تحديدا منطقة الصفاوي والأزرق بشكل يومي. نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتبين انتشار لبعض الغيوم المنخفضة في عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، هي ناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم مع ساعات الصباح المتأخر. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، والتي توضح سيطرة الكتلة الهوائية اعتيادية في عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، هي التي تعمل على جعل الأجواء الصيفية اعتيادية ودرجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. يلاحظ هبوب لرياح غربية في عموم مناطق المملكة، تشتد هذه الرياح خلال ساعات الظهيرة والعصر خاصة في المنطقة الشرقية، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة في منطقة الصفاوي والأزرق خلال ساعات الظهيرة والعصر كما قلنا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وبالتالي تتدنى الرؤية الأفقية في تلك المناطق. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس معتدل خلال هذه الليلة 22 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة، استقرار على درجات الحرارة وطقس صيفي اعتيادي خلال 3 أيام القادمة، أي خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. درجات الحرارة بين 29 و 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون بين 19 و 22 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى هذا الفيديو من اليابان، حيث تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان بوفاة تقريبا حوالي 20 شخص وفقدان 14 آخرين، كما تسببت الأمطار الغزيرة أيضا بإخلاء أكثر من 76 ألف من السكان. إلى هنا تنتهينا.